معانا تليفون تاني من عزه. الو. ايوه السلام عليكم. اهلا يا عزه، اهلا بحضرتك. عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله كله تمام. اتفضلي يا عزه. ممكن اكلم الدكتوره صوفيا؟ اتفضلي. اهلا بيكي، انا بحبك قوي حبيبتي، ربنا يخليك. ومن ساعه ما كنت في دريم الله يخليك ومجنناني، نفسي احكي لك، نفسي اقابلك حبيبتي وحياه ربنا. اشكرك، ربنا يخليك. بصي ربي يخليكي، انا شفت سيدنا عيسى عليه السلام نايم في السماء، وانا بس في المكان ده في سكني القديم. ايوه. وشايفاه لابس عبايه وجلابيه ووش احمر، وجالي هاتف قال لي ان ده سيدنا عيسى، بس انا شايفه زي ما يكون يعني قريب مني قوي ونايم على جنبه وزي ماشي كده زي سحابه. الله. قولي لي، انت متجوزه وكده ولا لسه؟ انا جده. ما شاء الله عليكي، الله يكرمك. يا رب الله يكرمك. وشفتي ايدي اليمين مخرومه خرم زي خرم المسمار ونازل منه نقطه ميه. ماشي، دي هنتبه انتبهي ليها كويس جدا. هرد عليكي يا عزيز. هقول لك اولا انها تشوف سيدنا عيسى في السماء، فده ان دل على شيء دل على ان الاولاد او الاحفاد كلهم في مراعاه من الله تعالى. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان بعد ضيق هيحصل فرج عظيم، واغلبيه ولادهم هيكونوا اطباء. والله ما شاء الله. طيب احنا دي حاجه. الحاجه الثانيه، الخرم اللي في اليد ده دلاله على ان البني ادم مبذر. تمام، يعني بيقولوا ايده مخرومه بالظبط كده. ما هي دي الرؤى برضو لما تيجي تفسريها تفسريها على يعني الامثال الشعبيه يعني. تمام. فهي بس شويه كده، لم ايدك شويه. طيب.